ايه هي النقاط الرئيسيه اللي منها بيتم الهجوم على القايمه؟ ندفع فلوس لمين وعشان ايه؟ موضوع الفلوس ده مطلعين اشاعات ان كله داخل بفلوسه، دي نمره واحد. نقطه تانية ان احنا بنتهاجم كشباب، انتوا تفهموا ايه او انتوا دوركوا ايه، انتوا هتعملوا ايه، انتوا ايش فهمكم؟ جات الشباب زي ما بنقول يقولك طب يا شباب انت ايه خبرتك عشان انت تعرف ايه عن مشاكل الناس. كتر تكرار تشيير الخبر على الصفحات لمن يجهل هذا الشخص بيبقى متاكد ان فعلا يكون في مؤامره داخليه وان فعلا حط واحد اخواني داخل القايمه. يعني احنا ممكن نلاقي عبد الله الشريف تحت الترابيزه، عايز يشكك الناس في بعضها، عايز يقلب فئات المجتمع على بعضها، هو شغلانته كده. اعتقد ان الهجوم اللي بيحصل ده هجوم ممنهج ومقصود. تيجي تقول للناس قايمه، ناس تقول لك دي قايمه حزب الاغلبيه. طب يا جماعه القايمه فيها 13 حزب، فيها احزاب معارضه. لا اصل انتوا معارضه كرتونيه. احنا مع الدوله لكن ممكن ما نكونش مع الحكومه. احنا كان نفسنا حد مننا هو اللي يمثلنا. ما انا منكم، انا على كرسي متحرك حضرتك، اكتر من كده اعاقه ايه تاني يعني؟ اختلاف الفئات اللي موجوده في القائمه ده في حد ذاته ديمقراطية في الدولة، فالهجوم اللي احنا بنشوفه ده لازم ناخده العكس، لازم ناخده شيء إيجابي، معناها ان التجربة دي ممكن تبقى ناجحة وممكن انها بتتهاجم عشان ماشية في طريق صح. وده اعتقد ده اللي محتاج مننا بقى شغل الفترة اللي جاية، ان احنا نبقى موجودين في الشارع فعليا مع الناس عشان نقدر نرد على الكلام. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي، مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها، بل الحما اسمي يوسف الحسيني، ويمكن دي أول مرة أترشح فيها لمجلس النواب، بس من شغلي في الصحافة والتلفزيون والراديو اتعلمت واتأكدت إن الشارع دايماً بيبقى مليان حكايات وقصص وحاجات كتير مستخبية ورا وشوش الناس. أنت عايز أعضاء مجلس الشعب دول يعملوا إيه؟ أو إيه اللي كان بيضايقك منهم؟ أو إيه اللي ممكن يضايقك منهم؟ مفيش حاجة، يعني اللي شافه قدام عينينا إن عايزين مصلحة البلد. إن أنا مثلاً أروح يعني أدين صوتي، بعد ما أدي صوتي اروح للبيت او اروح العماره بتاعته اقول له والمش موجود. عايزه يجي ينزل الحي بتاعي والمكان بتاعي ويناقشني ايه المشكلات اللي عندي. امال هو نائب الشعب ازاي عشان يحل لي مشاكل؟ طب قول لي، يعني في ناس تيجي تقول لك ايه اصل اعضاء مجلس الشعب دول علشان يخشوا الانتخابات بيقعدوا يرشوا فلوس ويدفعوا يمين ويدفعوا شمال، ايه رايك في الحكايه دي؟ لا ما حصلش. ما شفتش انت؟ لا ما حصلش والله، انا بكلمك شرف. ما جاش كده مرة على بالك سخنتي من برنامج تلفزيون، من مقالة في جورنال، مش عارف قناة من القنوات الجديدة اللي بتطلع، مش عارف من تركيا ولا من فين؟ لا الاشاعات دي يقول لك لا ما تنزلوش، ما بنسالش. لا في ده، دي بلدنا، امال احنا ما نزلناش مين اللي هينزل؟ ده الجيش والشعب ده على دماغنا من فوق، ورئيسنا ما فيش احسن منه في الدنيا بحالها. اللي ما يعبرش عنك تنتخبه تاني؟ طب هنتخبه ليه؟ صح الكلام. أنا سلاف درويش مرشحة لمجلس النواب. إشاعات كتير وكلام كتير اتقال علينا، بس الشارع هو المكان الوحيد اللي ممكن تسمع فيه الحقيقة. نزلت للأماكن الشعبية وللناس الطيبين أسمع منهم وأعرف شايفيننا إزاي. أنا داخلة انتخابات إن شاء الله، وداخلة مترشحة إن شاء الله في أمر الله، وإنت محتاج مننا إيه أو محتاج من النائب اللي هيترشح إيه في الفترة؟ أنا محتاج إن ربنا يوفقك بحق النبي، بس وضع كويس ما تنسيش الناس الغلبة. ربنا يوفقك اولا ويجعلك من ناجحين ويجعلك عند حسن ظننا يا رب ان شاء الله. احنا عايزين اللي يترشح في منطقتنا الحاجه الناقصه في منطقتنا يعملها، اللي احنا مش قادرين عليه نعمله ومش قادرين نتوصل للحكومه بنتوصل بشهادتكم. انا احمد فتحي مرشح مجلس النواب ضمن القايمة الوطنية من أجل مصر. اتكلمنا كتير وقعدنا في اجتماعات ولقاءات وقلنا نفسنا نعمل إيه للناس لما ننجح في المجلس، بس الحقيقة كان لازم أنزل للناس وأسألهم، يمكن في حاجات غايبة عني ولازم أعرفها منهم. احنا كل اللي احنا عايزينه ان هم يمثلونا بجد، يقولوا اللي جوانا بجد، ايه الصالح بتاعنا ويمشوا وراه. احنا عايزين يبقى صوت اعلى من كده، رقابه اعلى من كده، تتكلموا مع الحكومه اعلى من كده. الصفات اللي انا محتاجها فيه ان ما يمسكش الموبايل لما اكون بتكلمه
ويقول لك ايه طب لا مؤاخذه باجي لك مره تانية. انا محتاجه اني اوصل صوتي لسياده الرئيس لان سياده الرئيس عليه مسؤوليات كبيره فما بيوصلش صوت. حضرتك ان شاء الله هتنزل تنتخب ولا لا؟ طبعا لازم. انا مفيش انتخابات فوتها. حضرتك هتنزل تنتخب ولا لا؟ ان شاء الله اكيد. يا ريت الفتره الجايه ما نسمعش اشاعات ونصدقها. لا طبعا. عشان زي ما حضراتكم بتقولوا وانتمائكم للدوله المصريه دي انا سعيد جدا جدا بيه. انا عن نفسي انا والمدام واولادي فدا الرئيس. انا روان لاشين مرشحه لمجلس النواب للقائمه الوطنيه من اجل مصر. دايما من صغري وانا بحب القراءه ومهتمه جدا بفكره الثقافه وقررت اروح واحده من المكتبات علشان اقابل الناس واعرف منهم بيفكروا ازاي في مرشحهم لمجلس النواب. اللي بيرشح نفسه بيكون مثقف وتعلم عارف مشاكل الشعب، طريقه كلامه مثقفه، بيعرف يتكلم لو في اي مشكله او اي حاجه بيقدر يتفاهم مع الناس بطريقه باسلوب جميل، اسلوب راقي زي اللي بنشوفه بره. هو في اختلافات في وجهات النظر تمام، لكن ما حدش بيتعدى على التاني. انا عبد المنعم امام رئيس حزب العدل والمرشح لانتخابات مجلس النواب 2020، ولاني متعود انه القهوه هي المكان اللي ممكن تسمع فيه نبض الناس واحلامهم قررت ان انزل القهوه واسال الناس ايه اللي هم عايزينه من عضو مجلس النواب. الناس عاوزه في الاول وفي الاخر اللي يوصل صوتها الحقيقي، ان حتى الحكومه الجديده ورئيس الجمهوريه بيسمع. يا ريت الناس توصل، النائب يوصل الصوت الحقيقي للرئيس، انما لما النائب ما بيوصلش حاجه طب ما الرئيس هيوصل له منين؟ مش هيلم بكل دوت. لو ما كانش النائب صوته يوصل واقعد قدام النائب في التلفزيون كده احس ان هو فعلا بيتكلم على مشاكلي ما بقاش نائب. سمعت على الاشاعات اللي بتتردد حوالين القوائم والفلوس و بالكلام ده ولا لا؟ والله انا ما شفتوش يا استاذ عبد المنعم، عشان انا لو اشوف بعينيا اقول نعم ولا لا. انا هو والله ما دفعتش ولا مني. عليك من عارف سعادتك والله، وهي القايمه دي محترمه يعني والناس كلها بتحبها، وهي ان شاء الله ربنا التدعيم وكله هيدعمها بان شاء الله بحب الناس برضه. انا هند رشاد مرشحه القايمه الوطنيه من اجل مصر. مترو الانفاق عالم تاني، نزلت علشان أسأل بعض المواطنين عايزين إيه من أعضاء مجلس النواب في الدورة اللي جاية. الإيفاء بالوعود اللي هم بيقولوا عليها، كل الكلام اللي بيتقال هو كلام معسول ومحدش بينفذ منه أي حاجة، ودي ثقافة عامة عند كافة الشعب، حتى الناس البسيطة والأغلبية وعايزة كده والطبقة المطلوبة في الشعب. عارفة لو في مصداقية السنة الدورة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها أوتوماتيك، على فكرة مش محتاجة إلا تنزلي حتى خلاص. في ثقافة عامة وصلت للشعب ان الاستاذة هادي ست صادقة، ست محترمة تمام، بتحترم الكلمة اللي بتقول عليها، بتحترم وعودها، فبالتالي هتنجح اوتوماتيك، مش محتاجة تنزل تسلم على الناس. أنا طارق الخولي، مرشح محتمل لمجلس النواب، وطول عمري متأكد إن كلام الناس في الشارع أصدق من 100 خبر في جورنال. نزلت اشوف الناس بيتكلموا عن انتخابات مجلس النواب ازاي وعايزين ايه مننا. لا انا محتاج الاحسن، اللي احنا هنعيش حياه كريمه وعيشه احسن، وده فضل، يبقى فضل ونعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. ما تخافش من حد، خليك جريء، خليك صريح، اعمل عليك عبا على الله، لكن انت تمسك تقعد على كرسي وتقعد تتفرج على الناس وتسقف وبتاع زي الافلام، شوف الافلام العربي كده بلاش لازمه، هتاذي نفسك وتاذي غيرك. في ناس بتقول ان اللي بيدخل مجلس الشعب ده بيدخل بالواسطه، بيدخل بالفلوس. لا ده كان. لا ده كان بقى فعل ماضي. كل اللي حواليك وجيرانك وتوعيهم بانه ما حدش يبيع صوته، ما حدش يختار غير اللي يستحق تمثيله. والله اللي يخاف ربنا ويراعي ضميره مش محتاج حد يقول له حاجه، صدقني والله العظيم صدقني. انا هند حازم مرشحه القائمه الوطنيه في انتخابات مجلس نواب 2020. صحيح انا بمثل مقعد ذوي الهمم، لكن ده مش معناه ان انا هتكلم بلسانهم بس، انا هتكلم بلسان شعب مصر كله. انا لما بنزل بكرسيه في الشارع وبحتاج ناس تساعدني بلاقي شعب مصر كله بيساعدني، يبقى ازاي لما يحتاجني وانا جوه المجلس ما ساعدهوش؟ عشان كده دايما بيبقى عندي فضول ان انا عايزه اعرف الناس محتاجه ايه من عضو مجلس النواب. مساء الخير يا فندم. مساء الفل. اتفضل حاجه في الحاجه الشعبيه. طيب ممكن قبل ما اشرب بس اسالك على حاجه؟ يا فندم اتفضلي. ايه اللي انت نفسك تشوفه في عضو مجلس نواب 2020؟ يحقق مطالب الناس، يساعدهم، يعمل حاجه للبلد، مش اللي هو ينجح عشان اهداف شخصيه، يعني يساعد الناس.
يكون في وسطينا معانا، يعني لما نعوز حاجه نلاقيه، يعني هو ينجح ودخل المجلس ويخش المجلس يقعد يقول موافقون وخلاص، لا يعني يكلم بلساننا يشوف احنا بنشتكي من ايه، من طلبه الناس كتير اكيد عندها طلبات كتيره بتبقى محتاجين يلاقوه. انا سوسن حسني حافظ، مرشحه مجلس النواب ضمن القائمه الوطنيه من اجل مصر. الطريق لمجلس النواب مش سهل، هتكلم بلسان مين؟ هعبر عن مشاكل الناس ازاي؟ عشان كده انا حريصه اني اسمع صوت الناس عشان اعبر عنه جوه المجلس. انا نفسي مجلس النواب اصلا يعني اعضاء المجلس دايما يبقوا متواجدين مع الناس، لان احنا طبعا احنا بنشوفكم ساعه الحمله الانتخابيه بس، بعد كده ما بنشوفش حد منكم خالص، فحابب ان انتوا تبقوا متواجدين بعد ان شاء الله ما يبقى في توفيق، تبقوا متواجدين ما بين الناس. لما المرشح لما ينجح او احنا ننجحه ما ينساش اهل دايرته، ما بقاش زي ما كان معتاد بعد ما نوصله وبيوصل ما بينسى الناس كلها ولا بيشوف مشاكلها ولا بيشوف ارائها. نفسي الحال البلدي يتعدل. عم شي اخبار انت عامل ايه؟ انت عامل ايه؟ ربنا يخليك. انت عارف ان احنا نزلنا مجلس الشعب ولا لا؟ بالتوفيق ان شاء الله. قول لي يا عم شريف، انت عاوز ايه من عضو مجلس الشعب؟ والله عايز يحس بالناس اللي هتدي له اصواته، ما يروحش ياخد حصانه وكل حاجه موافق 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 للحكومه، الغلو يراعينا للغلابه، اي حاجه تحس يحس تتعب الغلبان يحس بيها. انت سامع على الاشاعات اللي بتدور، وانه ده دفع فلوس وده ما دفعش فلوس وانه ده دفع كذا مليون عشان يخش مجلس الشعب، انت ايه رايك؟ انت سامع ولا مش سامع؟ وانت ايه رايك في الموضوع ده؟ سامع بس. سامع بس. هي دي المشكله يا عم شويه. الاشاعات. هي دي المشكله. كل واحد يقول انا سمعت، كل واحد يقول انا سمعت. يبقى خلي بالك بقى يا عم شويه. يبقى دي الناس اللي عاوزه تبوظ سمعه مصر. ربنا يكفينا شرهم. دي الناس اللي مش عاوزه خير لمصر. ربنا يكفينا شرهم وينصرنا عليهم. امين يا رب. شكرا يا عم شريف. سلام يا دكتور. تعيش. تاكسي. ايه اللي انت عاوزه من عضو مجلس الشعب في الفتره اللي جايه دي؟ عايزه زي ما يكون البرنامج الانتخابي بتاعه هو حطه وفعلا كلامه اللي هو ده هيعمله، اوكي يعمله ينفذه. عايز الكلام اللي هو يقوله يتنفذ.